السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. كيف كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد الالات ديال بيم والراي ديالي فيهم، واش تصدقوا ليا واش ما تصدقوش ليا، ونعطيكم رايي الصريح فيهم حيت كنعرفوا رمضان على الابواب وكنحتاجوا هاد الالات. فإلى لقيتوهم تعرفوا شنو اللي زوين وشنو اللي ما زوينش وشنو اللي كيصدق وشنو اللي ما كيصدقش. اول حاجه غنبدا لكم بها هي هاد الميكسور او هاد ميكسور بلونجون ديال هاد لا مارك هادي كيوي. هاد الميكسور كنصحكم الى لقيتوه خذوه، راه زوين بزاف. عندي دابا اكثر من عام وصدق زوين بزاف. الثمن ديالو كان 175 درهم وهو كيتفرق من هنايا. غادي نعطيكم نصائح كيفاش تستعملوه باش تحافظوا عليه. مباشره فاش كنخدم به كنحيد هادي باش ما تطيح ليا ولا شي حاجه، حيت كان عندي واحد قبل منه ماشي من بيم ولكن طاح وخسر. وكيف كنعرفوا حنا الميكسورات الا طاحوا صافي مشاو. كنحيد هذه وهذه كنغسلها وكنغسلها غير من هنا من التحت كما كتشوفوا معايا. عندها هنايا ثلاثه ديال المواس، كنغسلها غير من التحت ما كنغسلهاش من هنايا لحقاش كاينين شي ميكسورات كيصديو، فنتفاداو هذه القضيه. الا بقى كيدخل الماء هنا وما كينشفش مزيان يقدر يصدي، ومع الطحين داك الصدي بقى يخرج لينا من هنا في الماكله، وراه هذاك هو التسمم. المهم هذا الميكسور صدق زوين بزاف، فيه 6 فيه 7 ديال 6 ديال لي فيتيس. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا ديما كنخليه انا غير هنايا ما كنوصلش 3، وراه مجهد وكيطحن مزيان ديما كنخليه غير هكا. وهنايا الا بغيتو تخدموه هنا، الا بغيتو غير شويه هنا، الا بغيتو بالجهد. مهم زوين وكيف كتشوفوا معايا ديال الانوكس، يعني واخا تبغوا تطحنوا شي حاجه سخونه فما تخافوش عليه ماشي مشكل. مهم زوين بزاف هذا صدق ليا زوين، كنصحكم الا لقيتوه تاخذوه راه زوين. وكانوا جابوا فيه ثلاثه ديال الالوان، كانوا جابوا الاحمر والكحل هو اللي عندي، وكانوا جابوا الابيض. انا دائما كناخذ الا لقيت الكحل كناخذ الكحل، حيت عندي بزاف الالات عصارات الليمون وشحال من حاجه عندي فيهم هاد الكحل وهاد الكري ميتاليزي. ثاني حاجه بغيت نشارك معكم وحتى هي صدقات ليا زوينه بزاف، هو هاد الطراب او هاد الطراب الكهربائي ديال هاد لامارك، حتى هي كيوي. هاد لامارك كيوي صدقات زوينه على حسب، انا عندي منها غير هاد الميكسور وعندي الطراب، يعني في حوايج اخرين ما عرفتش، ولكن عندي هاد جوج صدقوا صراحه زوينين بزاف. هاد الطراب عندي قبل من الميكسور شي تقريبا شي عامين هادي، وزوين بزاف كما كتشوفوا معايا. الثمن ديالو كان 99 درهم وحتى هو كانوا فيه الالوان. ها هما الالوان اللي فيه الكحل والغوز والزرق والاحمر، الاحمر هو اللي عندي انا. مهم فيه هاد جوج فوي هادو كيلصقوا هنايا ملي كتسالي وكتخدموا بهم. انتما كما كتشوفوا معايا راه ما صداو ما حتى شي حاجه ملي كتخدموا بهم، كيلصقوا هنا بكل سهوله. زوين بزاف، راه خدمت به شحال من حاجه في القناه. عنده جوج ديال لي فيتيس هذه وهذه. من هنايا فاش كتكونوا خدامين به كتوركوا على هذه باش كيتجبدوا لكم هذوك لي فوي من هنايا. صراحه زوين بزاف هذا، نفعني الا لقيتوه غير خذوه، زوين بزاف والثمن ديالو مناسب 100 درهم. المهم راه زوين بزاف هكذا. وفاش كنبغيو نحيدوهم كنوركو على هادي باش كيحيدو. وكيف ما كتشوفوا معايا صغير وما كياخدش مساحه كبيره في التخزين، لا هو ولا الميكسور بجوج زوينين. الواط باش كيخدم نقول لكم ما عرفتش فين هي، مهم ما مكتوبش فيه الوقت باش كيخدم ولا ممكن ما شفتهاش. بالنسبه للميكسور كيخدم ب 600 واط كما كتشوفوا معايا، وفيه 6 ديال لي فيتيس. الحاجه اللي ما ننصحكمش بها نهائيا نهائيا نهائيا، الا شريتوها غادي غير غادي تزرفوا فيها وغادي تفقسكم وتعصبكم كما عصبتني حتى انا. هي هذه، هي هاد الفرامه او هاد المطحنه اليدويه، ما زويناش نهائيا نهائيا. كنت فايت ليا شاركت معكم في واحد الفيديو ديال جميع مشترياتي من بيم ورايي الصريح فيهم،
ديك الساعه كانت عجباني، كنت باقي ما لقيتش فيها واحد المشكل اللي هو مشكل خايب. كانت كطحن مزيان، ولكن حتى كنخلي القزبر والمعدنوس حتى كينشفوا مزيان، حتى كينشفوا من الماء عاد كطحنهم. اما الا كان غير شويه فازق راه ما كطحنهمش مزيان. شنو اللي لقيت فيها والصراحه شي حاجه اللي خايبه بزاف هو الصدى. هانتوما كما تشوفوا معايا الفيساس ديالها كلهم حيدتهم ليها، تصداو هانتوما راه يبان لكم الصدى هنايا، تصداو. وهذا الفيس هو اللي بقى شادها، الا حيدت هذا الفيس كامل غادي تفرق صافي، وهي مشات الفره ما مشات. وهذا الفيس راه كان في هذا الجنب هذا هو اللي ما وصلوش الصدى، وحولته هنايا حيتاش كانت راه صافي تفرقات، كانت غتمشي اصلا غتلاح. هذه ما بقات لايقه والو كما تشوفوا معايا، وكطيح الكتاف، ما كطحن لكم حتى كطيح لكم كتافكم. هنا كما تشوفوا معايا كنت قلت لكم راه فيها خمسة ديال المواس، وانا اللي كنت شريتها هكا مهرس ليها واحد، وعجزت نمشي لبيم نبدلو صافي وخليتها. وكما تشوفوا معايا هانتوما غتلاحظوا معايا هاد الموس كان ما كيصديش، ها هو صدى مؤخرا، ها هو صدى هاد الفيس هذا وهذا. المهم هادي عيانه بزاف، ما كنصحكمش بها نهائيا. احسن حاجه الواحد يشري هذيك لاله الحادقه ديال الضو، وتكون شي ماركه مزيانه بحال بوش مثلا، مريحه. وراه ولاو من 150 درهم والفوق، يعني ما بقاوش غاليين. هذه كانت ب 85 درهم، وكما تشوفوا معايا عيانه بزاف، ما صدقاتش نهائيا، ما كنصحكمش بها، راها خايبه بزاف. كما تشوفوا معايا هذا هما المشتريات اللي بغيت نشاركهم معكم من بيم، وهذا هو الراي الصريح ديالي فيهم. بالنسبه للميكسور راه زوين، الا لقيتوه ما تفلتوهش، زوين بزاف وكينفع وعنده بزاف الاستعمالات. ودابا رمضان هذا غادي نحتاجوه بزاف، وغادي نشارك معكم الاستعمالات فاش كنستعملو، وغادي نصايب واحد لاصوص ديال المطيشه كتهنينا من جميع الانواع ديال لاصوص ديال المطيشه اللي كنحتاجو، ديال البيتزا وديال الحريره. مهم لاصوص زوينه بزاف غادي تنديرها به، وغادي نشاركها معكم ان شاء الله في القناه. وبالنسبه للميكسور الطراب عفوا، حتى هو كينفعني بزاف، كنطلع به الكيكه البيض وسنيده، كنطلع به الكريمات بحال الكريم شونتيي. سبق ليا في القناه شاركت معكم طلعت به الكابوتشينو، زوين بزاف الصراحه. لحد الان لحد الساعه راهم مزيانين ما شاء الله، باش ما نقوس عليهم. المهم زوينين بزاف، كنصحكم بهاد جوج بعدا، انا جربتهم على حسابي زوينين بزاف، الا لقيتوهم غير خذوهم. وهذه غير شاده البلاصه الصراحه، ما زوينه ما حتى شي حاجه، ما كنصحكمش بها نهائيا، ما عيانه بزاف. صافي كانوا هادو هما هاد النصائح اللي بغيت نشارك معكم، والراي ديالي في هاد الالات هادو اللي عندي من بيم. ما كناخذش الالات بزاف من بيم، عندي ماركات اخرين، عندي ديكو، عندي مولينكس في الات اخرين. والا بغيتوني نشارك معكم الاواني هما اللي كناخذ بزاف من بيم، خليوها ليا في التعليقات وان شاء الله نشارك معكم الاواني اللي خديت من بيم، وشكون اللي صدق وشكون لا. المهم نتوما خليوها ليا في التعليقات، وانا ندير لكم فيديو على الراس والعين. وصلت لنهاية الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، خليتكم على خير والى اللقاء.